ناربين دائما ضمن صباحنا بنحب نضوي على المواهب الشابة وندعمها، وما في أحلى من روح الشباب يلي عندهم إرادة، يلي ممكن يكونوا بمجال إعلام، يصيروا بمجال تمثيل، يحققوا حلمهم ويكونوا قد وقدود. واليوم رح نضوي مع شابين سوريين حبوا يفوتوا بمجال التمثيل كموهبة. بدي رحب بالأستاذ أستاذ قصي علي، أهلا وسهلا اهلا فيك، وسهلا يسعد فيكي ويسعد صباحك. صباحك. وعمر المحمد، أهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم فيكي، ويسعد يسعد صباحكم. صباحك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. عمر رح نبدأ معك، يعني في مشاركة لكم رح تكون بمسلسل بساطة اثنين. يعني هذا المسلسل يمكن اللي شافوه كتير عالم وحبوه، له نوع خاص. يمكن خلينا نحكي عن مشاركتك فيه. تمام، هو عبارة عن لوحات كوميدية مثل بقعة ضوء، صايرة مدة اللوحة تقريبا بين 10 دقائق والربع ساعة. شاركنا في مشهدين، المشهد الأول اللي هو سر الخصلة عبارة عن حفلة عشاء مع الأستاذ الكبير باسم ياخور، واللوحة الثانية هي عن عبارة ندمان يا سيدي، هي عبارة عن مؤتمر صحفي بجانب الفنانة هبة نور والأستاذ أحمد الأحمد. نعم، خلينا قصي صباح الخير. يسعد صباحك. خلينا نحكي، يمكن مرقنا كتير بالبلد بظروف صعبة، ولكن كتير من الشباب راحوا بمجالات ما بيحبوها. اليوم عم نشوف شبابنا عم يحققوا هذا، عم يحققوا طموحهم، عندهم إرادة، وصلوا يمكن من محرر إلى يعني صاحب موهبة، ما بدنا نقول ممثل بعد تمام، بكير، صاحب أكيد. موهبة بمجال التمثيل. احكي لنا عن هالشيء. هلا أول شيء صحت لي، أنا صحفي يعني بلشت ببداياتي كصحفي، بس بحب التمثيل وإجتني فرصة وحبيت أجرب. كيف حبيت تحب أجرب التمثيل؟ عمل شيء مقالب بأهلك بالبيت وهيك؟ لكان كتير. احكي لنا كيف بلشت تحس انه ايه انا بحب امثل وهيك، ومين جربت اول شيء؟ هلا اول شيء والدتي، والله هي اللي خبرتني انه عندك موهبه يعني اشتغل عليها يعني شوف كذا، ورفقاتي يعني بصراحه كمان بالجامعه هن شجعوني، رفقاتي بالقناه كمان شجعوني، ايه وبلشت شوي شوي وبلشت اشتغل على حالي. برافو. يعني عمر عرفنا كيف قصي دخل هذا المجال، خلينا نحكي اكثر يمكن عن دراستك، ايمت بدات بمجال الفن؟ هلا بدأنا بمجال الفن أول شيء كأدوار ثانوية كضيف شرف، تقريبا من مدة 2 شهر بلشنا بلوحات صغيرة، وإن شاء الله مع الأيام حيكون في عنا تقدم للأفضل للأحسن، كضيف شرف، وإن شاء الله بمحبة المشاهدين والجمهور حنكون بأدوار بطولة إن شاء الله. قصي خلينا نحكي، يمكن حلم المعهد العالي انه الواحد يفوت ويدرس خاصة تمثيل، يمكن من بعد ما يخلص معهد بدور على الفرص، ببلش مسرح، ممكن بعدين يلاقي فرصة بالتلفزيون. اسماء كتير كبيرة ممكن تقابلها بحياتك. اليوم انت اختصرت خطوات كتيرة او اختصرت مراحل كتيرة وكنت موجود بموهبتك. خلينا تمام. نحكي، يمكن اليوم كيف فينا نحن، انه انت مانك اكاديمي، كيف تمام. فينك انت تتعلم من النجوم يلي عم تقابلهم او الاشخاص يلي موجودين بحياتك؟ هلا هو شعور كتير حلو انك انت توقفي قدام عمالقة بالتمثيل، يعني نحن تعلمنا منهم، عرفتي كيف؟ اخذنا منهم كتير شغلات مثل الصبر، الوقفة، ضغط العمل، الشغل، يعني كتير. هلا مو ضروري الواحد يكون خريج معهد عالي للفنون المسرحية، الموهبة يعني هو التمثيل موهبة، عرفتي كيف؟ بس هاي الموهبة يمكن أكاديميا بحاجة لأنه لصقل وتدريب. صقل صحيح. هلا أكيد طبعاً، أكيد الأكاديمي غير ال طبعاً صاحب الموهبة أكيد، بس يعني كمان الموهبة أساسية. نعم. يعني هلا واحد حدا دارس معهد عالي فنون مسرحية وما معه موهبة كمان صعب شوي. قصي يمكن بالفترة الأخيرة كتير عم نشوف ظاهرة وعم تكون متداولة على صفحات الفيسبوك إنه فنان صار مذيع او مقدم برامج. هالمره معك بالعكس، رحنا من مجال الصحافه والاعلام للتمثيل. شو بتحس، يمكن وانت جربت المجالين بتحس في رابط بيناتهم؟ هلا قلت لك انا بداياتي كصحفي واجتني هي الفرصه، هلا هو اكيد في رابط بين الاعلام والتمثيل،
بس اجتني هي الفرصة وحبيت أنا شارك يعني لأثبت للجمهور. هلأ هذا الشيء الجمهور هو بيقرره، إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم يعني. هلأ هن إن شاء الله بس ينعرض بشهر رمضان المبارك القادم، هن بيشوفوا العمل وبيقرروا. إن شاء الله إذا كانت التجربة حلوة إن شاء الله لنا أدوار أخرى إن شاء الله أكيد. خلينا ننتقل ونحكي يمكن عن الفرص الصعبة بمجال التمثيل، بما أنك اخترت هذا الدومين. في يمكن بدها علاقات، بدها ترويج شخص لحاله، واليوم عنا السوشيال ميديا يلي هي يمكن تقدر توصلك لأي مكان بالعالم. مزبوط. اليوم الشاب صاحب الموهبة كيف فيه يسوق لحاله على السوشيال ميديا ويخبر العالم أنه بموهبته؟ هلا طبعا اكيد بالمقدمه يلي هي كدورك في المسلسل باللوحات. ثانيا مثل ما تفضلتي وحكيتي على السوشيال ميديا، مثلا على الاذاعه، على التلفزيون، على الصفحات العامه، وشوي شوي الواحد بيطلع درجه درجه ونتقدم للافضل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني قصي، جربت التمثيل والاعلام وكل يعني بفتره معينه كنا شباب وعنا كثير بيكون طموحات وبنحب نجرب كل شيء، هيك بعد ما جربت المجالين وين بتحس حالك اكثر؟ وين بتحس انه انت عم ترسم مشروع لإلك؟ هلا انا الاعلام ما تركته، الاعلام ما زلت انا على راس عملي، بس قلت لك اجتني مشاركه وحبيت يعني اجرب هالمشاركه الحلوه، ان شاء الله تكون حلوه. هلا انا بلاقي حالي بالتمثيل اضبط افضل. بس هي من بعد يمكن اول تجربه لك، بانك حابب انك انت تطور حالك، تدخل مثلا شيء تعليمي بيعلمك اكثر، اكاديمي عن التمثيل؟ طبعا هلا اليوم رح نبلش ان شاء الله بالمعهد، مسجل بمعهد ان شاء الله اليوم اول يوم رح نبلش مع اساتذه كبار، وبدنا نعمل دورات كتير ان شاء الله لحتى نطور عملنا ونشتغل على حالنا. او انت كمان راح تكون معي طبعا. شو حلو الحلم انه هو يصير حقيقه على ارض الواقع، وانه الواحد يكون عنده اراده. قبل ما نختم خلينا نحكي مع حضرتك، يمكن كلمه بتحب توجهها لكل حدا عنده حلم، لكل حدا حابب يكون بمجال وما نو قدران، لكل حدا شاب بعمرك حابب يثبت حاله. هلا هي بتجي عن موهبه، وبتمنى من كل الشباب كل حدا عنده موهبه يشتغل على حاله، يتقدم للاحسان للافضل، ومعه ان شاء الله الواحد بيطلع درجه درجه وبصير للاحسن باذن الله ان شاء الله. وبتشكركم وبتشكر قناه الاخباريه السوريه انه طلعنا وحكينا، وبفضلكم وفضل المشاهدين ان شاء الله حنكون باعمال جديده وكبيره. أكيد يعني كل التوفيق لكم. قصي بتحب تقول شيء بالختام؟ بحب أتشكركم أول شيء، وبحب أتشكر المخرج تامر إسحاق، مخرج العمل، المنتج الأستاذ باسم ياخور، وكل كل الكادر. أهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم نحن بصباحنا حبينا نضوي أنه قديش الشباب السوري اللي عنده موهبة قدي عنده إرادة أنه هو يكبرها، وقديش حلمه لازم يتحقق. موفقين إن شاء الله، بنشوفكم مطرح ما بتحبوا، المطرح اللي بيستاهلكم. شكرا كتير لكم. شكرا كتير لك. شكرا كتير لكم يا شباب، موفقين.